مساء الخير، أشكركم على حضوركم. هل هي خيبة أمل ليلة ضخمة أم مانشستر كانت قوية للغاية؟ هي التي لعبت أفضل منا وتستحق الفوز. هذه كرة القدم، يجب أن نتقبل. بالطبع نحن حزينون ويجب أن نرى المستقبل. كنا قريبين من اللقاء النهائي. فزنا العام الماضي، ليس من الممكن دائما الفوز. هذه مسابقة، يجب تقبل الفوز كما يجب تقبل الخسارة. هل هو السيناريو للمباراة الذي يعطيك الأسف في الاختيارات التي قمت بها في البداية أو في أثناء المباراة هو الذي لا تلعبه؟ الفترة الأولى كانت صعبة للغاية. خطتنا للخروج مع الكرة لم تعمل، واستفادوا منها وسيطروا على اللعب في الشوط الثاني. حاولنا العودة إلى اللعب لكنها لم تنجح. Ils ont pris l'avantage ici et ensuite ils ont bien contrôlé la deuxième période. On a essayé de revenir dans le match mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est une bonne saison pour le Real puisque le Barça a été champion ce week-end. هل هذا الموسم كان جيدا للريال مدريد؟ لأن برشلونة كانت بطل هذا الموسم نهاية الأسبوع الماضي. وتوقفتم في نصف النهائي وما زلتم تفوزون ببعض الجوائز. كان موسم إيجابي، لقد فزنا بكأس العالم للأندية ونحن هنا في نصف نهائي دور الأبطال لأوروبا، وهذا ليس قليل. فقط 4 فرق التي ستأتي إلى هنا، كثير من الفرق التي تخرج قبل ثمن النهائي. مع مدريد، هل اختياراتك تؤثر على مستقبلك مع الفريق؟ لا يوجد مشكل على الإطلاق. أتمنى أنني سأكون هنا الموسم القادم وأفوز بدور الأبطال. وشكرا.